اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا نشر الكوره. النهارده هنتكلم او مش هقول لكم هنتكلم عن مين، انا هقول الالقاب بتاعته. كبير افريقيا، نسر عالي فوق، هو النادي الاهلي طبعا، مفيش كبير افريقيا غير النادي الاهلي. نتكلم النهارده عن النادي الاهلي والماتش المرتقب بينه وبين الترجي التونسي في نص نهائي البطوله الافريقيه. انا شايف بقى قبل ما اتكلم اقول انا شايف، ونفضل نهاتي ونقول كلام كده كتير. الاول ما تنسوش تعملوا سبسكرايب الحلو وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد مننا، تعملوا لايك وشير وتظبطوا الدنيا كده عشان نخش في حلقه جامده كده واقول لكم كل ايه اللي هيحصل في الماتش. التوقعات دي بتبقى فرقيه على فكره. خلينا الاول نبتدي بالنادي الاهلي المصري. النادي الاهلي المصري اللي بيقدم اداء فوق العظمه قدام نادي الرجاء، بيجي يكسب نادي الرجاء هنا 2 وبيروح يتعادل معاه 0-0 هناك. خليني كده اقول لكم حاجه على نادي الرجاء. نادي الرجاء من اقوى خطوط الهجوم اللي كانت في البطوله، اللي مسجله 20 هدف اللي ما قدروش يسجلوا لمده 180 دقيقه في النادي الاهلي حتى جون واحد. حتى الجون اللي كانوا هيجيبوه كان عباره عن ضربه جزاء وضاعت وجت في العارضه. يعني النادي الاهلي كان بيقدم اداء حلو قوي دفاعيا وكمان هجوميا في الماتش الاولاني. الماتش الثاني ما كانش هجوميا بشكل كبير لان الاستاد كان مليان والاجواء والمشاحنات، الماتش كان صعب على لعيبه النادي الاهلي، بس هم قدموا اداء رجولي وقدموا اداء قوي. كمان انا شفت نوعيه من البوستات من مشجعين نادي ثاني كانوا بيقولوا ان النادي الاهلي بيكسب بالحظ او النادي الاهلي صعب في البطوله دي بالحظ. يعني حتى من دور المجموعات لما الهلال ضيع ضربه جزاء قدام نادي صن داونز، لما النادي الاهلي ضربه الجزاء بتاعت الرجاء ضاعت في الشوط الثاني، كانت ممكن في اخر الشوط الاول اسف، كانت ممكن تغير مجرى الماتش تماما وتخلي نادي الرجاء يخش في الماتش ويتعادل وحاجات كده وسيناريوهات كده. وكمان نادي الرجاء اللي احنا هنواجهه اللي جماهيره عملت شغب واحتمال جماهيره تتحرم ويلعب بدون جماهير، فكل الحاجات دي عمالين يتكلموا عليها ويقول لك النادي الاهلي بيكسب بالحظ. انا ما شفتش نادي محظوظ كده، انا مش عارف ايه. ما شافوش بقى اداء اللعيبه والاجتهاد بتاع اللعيبه والتوفيق بتاع ربنا وكل الحاجات دي ما شافوهاش. هم شافوا بس النادي الاهلي محظوظ، مفيش حاجه اسمها توفيق، هو في حظ، مفيش توفيق من ربنا، لا هو حظ والنادي الاهلي محظوظ وبيكسب الحكام وكل الكلام اللي هم بيقولوه ده ومؤامرات الكونيه، وفي ناس متفقين من اول امبارح ان هم يكسبوا النادي الاهلي. وطبعا احنا شايفين اصلا النادي الاهلي ازاي بيتعامل في البطوله الافريقيه دي، كله مش عاوز يكسب وقدين الناس كلها بتكرهه، وحتى السنه اللي فاتت في النهائي ازاي اتعامل يعني بمعامله وحشه قوي، والنهائي اتلعب على في المغرب مع ان النادي مغربي وما ينفعش نهائي بطوله زي دي تلعب في المغرب والنادي اللي بيلعب في النهائي مغربي، فلقينا بلاوي يعني حصلت في البطوله. بس انا شايف ان النادي الاهلي السنه دي كويس. النادي الاهلي كان بادي بدايه موسم كويسه قوي، بعد كده في النص كده مستواه نزل شويه، خسر من صن داونز وقعد يتعادل في الدوري وعمل، بس بعد كده بعد خساره صن داونز كل سنه بحس ان النادي الاهلي بيرجع يفوق كده، اللي هو لا انا لسه موجود انا هفوق، ولازم اللعيبه كده تفوق وتحس كده على دمها شويه، وبعد كده تلاقيهم بيقدموا اداء كبير قوي. لعيبه الاهلي السنه دي برده عملوا نفس اللي عملوه قبل كده. لعيبه الاهلي اول ما خسروا من صن داونز لقيت اللعيبه كلها فائت، حصل كده زي انتفاضه في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدم بعديها ماتشات كويسه جدا وبيقدر يكسب، وبيكسب في الدوري وبيكسب، وعنده السوبر كمان كسب وكسب الزمالك في السوبر الاخير، كسب الكاس من بيراميدز، فتلاقي النادي الاهلي ماشي بخطه ثابته وبياخد بطولات وجماهيره سعيده وكل حاجه ماشيه كويس. في المقابل الثاني نادي الترجي اللي انا شايفه هو نادي صعب بالنسبه للنادي الاهلي، بس انا شايف ان الفتره دي نادي الترجي مش بيقدم احسن اداء ليه، ومش النادي اللي هو ممكن يخوف النادي الاهلي. انا شايف ان النادي الاهلي ممكن يكسب الماتشين بسهوله من وجهه نظر. يعني هو بيقدم اداء متذبذب في الدوري، خساره مكسب تعادل حاجات زي كده، مش النادي اللي هو قوي قوي اللي هو انت تخاف مني او تترعب منه. شايف ان الماتش هيبقى اجواء هتبقى صعبه في البطوله، وشايف ان هيبقى في حاجات كتيره ممكن صعب الموضوع على النادي الاهلي، بس انا شايف ان النادي الاهلي هيقدر يعدي الماتش ده بسهوله عشان نادي الترجي مش الفريق القوي قوي. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الماتش ده، بس انا برجح ان النادي الاهلي هيكسب ماتش الذهاب، ونعمل حلقه ثانيه في ماتش العوده نشوف قبل ماتش العوده واقول لكم ساعتها ان انا قلت لكم ان النادي الاهلي هيكسب الماتشين. كده تكون انتهت حلقتنا، ويا ريت اكون فهمتكم ايه اللي هيحصل ونادي الرجاء عامله ازاي الفتره دي واداؤه بيقدم اداءات عامله ازاي في الدوري. خليني افكركم بالسبسكرايب الحلو واللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد مننا. انا يوسف مجدي واشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا نشر الكوره. باي باي.